ليه ما بتضعيش يعني بهدوء شديد كده، ليه ما بتضعيش اي احتمال لان سعاد حسني تكون ساءت حالتها النفسيه وانتحرت؟ ايه اللي بيخليك انت بتقولتي انها قتلت، وقلتي خطه قتلها بدات منين لفين، لكن ليه بتستبعدي تماما انتحار سعاد حسني؟ طيب السؤال يوجه لي، ليه بتاكد هي انتحارها؟ اكدت الانتحار. ليه بتاكد انتحارها مع انها ما شافتهاش وهي بتنتحر؟ يعني بتاكد ليه؟ ما فيش احتمال عندها ان ممكن تكون فعلا حد قتلها، حد رماها؟ ده هي مصره انها اتقتلت، انها انتحرت، اصرار ونفس غير السؤال طبيعي. العكسي ممكن يوجه ليكي، ما انت لا، مصره انها قتلت. ما انا عندي اسبابي وعندي الدليل، عندي كل الدلائل اللي انا حطيتها في كتابي بكل الدلائل بكل المخطط، لان انا اللي عشت اللحظه من لحظه وفاتها لغايه دلوقتي، وانا بحقق في كل حاجه وفي كل نقطه، فسردت كل شيء انا لمسته، والمخطط مش ازاي، والدليل موجود في كل جزئيه طيب في الكتاب. عسل بس سؤال يا استاذ وائل، مدام ناديه قالت ان هي قلعت الخاتم والويشه والسلسله ومش عارف ايه وبتاع، هل بقى البوليس لما رفعت بصمات خدت الحاجة دي ولا هي خدتها سرقتها؟ طيب عيب خليني عيب بس مدام عيب يا نادية، واحدة بس، عيب لو ايه سمحت عيب يا مدام ايه؟ شنشة، بس خلاص ما هي اذا كانت وجهت لك اتهام بالقتل يعني اه هتيجي انا في رأيي، انا هتيجي رأيي خدت السرقة، يعني في السرقة انا رأيي. خلاص طيب الضباط لو سمحت، بس انا وانا ما انت بجمع دي سألتي واحدة يا بقى، استاذ سألتي وائل دي واحدة. هم عشان وجهوا لك كمان، قالوا الشنط وانت جايباها اختفت ايوه متعلقات كثيره، ما تخليني انا بسألها اقول اللي انت قلتيه، يعني اختفت متعلقات لسعاد هما حسني كانوا كثيره. عارفين ايه اللي موجود في الشقة عندي؟ مش كانوا عارفين. انا نزلت 7 شنط بامبر اللي هما بكده، اول سعاد ما اجت عندي في يناير نزلت بيهم وديتهم لبيتها. الحاجات اللي بقت موجودة في البيت دي حاجات تافهة جدا وحاجات فاضية وشنط فاضية ومش في اي حاجة. انا لميتهم، انا كنت متوقعه انه عز الدين وابنه يجوا يساعدوني في اللم، لانه كان كتير عليا سايكولوجيكال يعني منتالي، ولا حد اجى. لميتهم وطلعت على المطار اديتهم لهم، راحوا في اسمه ايه طيب هو اللي هيقتل يا مدام، مش هيقتل عشان مكلف من صفوة شريف، ولا هيقتل عشان يسرق؟ وهيسرق ايه؟ بتقول سعاد حسني ما كانش عندها حاجة لا 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 لا، سرقها، ليه ولا ده خاتم في ما يثبت ولا في خاتم البنك ان فضة. هي كان عندها معاها 40,000 ايه استرليني. حكاية ال 40,000 استرليني؟ انا بسمعهم راحوا فين ال 40,000 لا هي استرليني؟ ترد بقى، ما كانوا معاها، ما اللي معاكم كانوا معاها من البنك كانوا معاها ولا كان لما معايا خرجت فيني؟ انا كل اللي كان الكلام ده موجود مثبت في البنك يا استاذ طب وائل، ما تجيبوا ويقول استاذ الاستيتمنت سمير صبري وشوفوه، يقول لك جيبوا الموضوع البنك ده. ستيتمنت وشوفوه. انا كل اللي كان معايا 5,000 دولار، 5,000 جنيه، اديتهم للبوليس اول ما وصلت. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها، انا اللي رحت معاها مرسيه عشان ظهرها، وكان معايا في شنطتي 100,000 دولار هي جايبهم معاها، كان ممكن اسرقهم وقتلها هناك ولا حد انت ولا ما شاف. كنتيش معاها في انا فرنسا، اللي كانت معاها واحده اسمها مها، لا بدليل ان لا، الاستاذ سمير صبري ما ما شافكيش. انا ما هستني بقى، انا هقول لك الحكايه بقى خليها عشان تكمل بس. تبطل يعني السرقه. المئة ألف السرقه دول ايه؟ المئة ربنا ألف ليه دولار بتتقي يا ربنا؟ المئة ألف ناديه دولار اتقي دول بقى، اتقي ربنا. المئة ألف دولار دول بتوع إيه؟ كان عشان العمليه لا والاقامه، لا، هي خدتهم سعاد، كان عشان العمليه. اللي هي كان الفيلم اللي كانت لا لا، دي لا لا، هي جابتهم كانت معاها من مسافرة مصر. تعمل لا عملية في دي العمود الفقري في باريس. جابتهم من مصر وكانوا معايا في الشنطة وعملت العملية ودفعتها. وبعدين خرجنا من كنا قاعدين في اوتيل اسمه نسيت اسمه دلوقتي. وبعدين خلصنا مارسي، كلمت انا ناس اصحابي في باريس ادونا الشقة بتاعتهم، وقعدنا في باريس شوية. وبعدين كان لازم أسافر لندن تاني، جبت بقى واحدة صاحبتي، لا اسمها مها ولا اسمها إلهام، اسمها تاني بس هي مش عايزاني أقول اسمها خالص، وقلت لها تاخد بالها من سعاد، سعاد بقت كويسة خالص، وانا رحت رجعت لندن. دي الكلام ده الحكايه كذب، لان طيب امام كانت بتكلمها في ده لو انت التليفون قبل ما تسافر باريس. ده ابدا لو انت طيب انا ابدا، عايز اقول لكم يا جماعه، ما بمناسبه هو مش الكلام ده، هي هي كانت واحده يا قالت لي، جماعه، قالت لي عايزه اساله بس. الجانب بتاع سعاد حسني المضيء، شوفوا لو تشوفوا الخطاب اللي سعاد كانت كاتباه وقتها للدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومه، يعني عشان تشوفوا قيمه سعاد حسني، انها حتى لم تعمل حسابا للزمن، لم ينفق خالص عليها خالص. اي شخص، يعني لم تصادق أميرا لينفق عليها زي ما بيعمل البعض، يعني فنانة
احترمت نفسها دائما، وتصل الأمر